لقد بلغت الحداثة بنغلاديش منذ أن نالت استقلالها في عام 1971، فشوارعها مكتظة بالمركبات، وتعد أحد أكثر بلدان العالم كثافة سكانية، حيث يعيش فيها 180 مليون نسمة. وتعلق الحكومة الآن آمالاً كبرى على المستقبل القريب. Bangladesh has set itself an ambitious target to reach middle-income status by 2021. The date 2021 isn't a magic number, it's basically the 50th anniversary of independence. To achieve middle-income status, it carries with it a whole set of indicators that go with it, social indicators. تشمل تلك المؤشرات الاجتماعية علامات التغذية الصحية للسكان، لا سيما الشباب منهم. غير أن ازدياد عدد السكان هنا يشكل تحدياً، ففي ظل انحسار الأراضي المتاحة لإنتاج الطعام وازدياد عدد السكان الذين يتعين إطعامهم، جرى تكثيف الإنتاج، مع ما لذلك من خطر وجود مواصفات أدنى لسلامة الأغذية وإلحاق ضرر بالصحة، خاصة صحة الشباب، على اعتبار أنهم الأكثر عرضة للمخاطر. যদি আমরা জনগণকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করতে না পারি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে ভিশন 2021 যে প্রোগ্রামটা সেটা ব্যাহত হবে। এবং এই ফুড সেফটি রিলেটেড কাজ করার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে কোডেক্স কর্তৃক প্রণীত যে সমস্ত ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড সেগুলোকে আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখতেছি। الدستور الغذائي هو جهاز دولي أنشئ ضمن شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وتصدر عنه مواصفات وخطوط توجيهية تسعى إلى ضمان الغذاء المغذي والمأمون للجميع بموازاة حماية المستهلكين وكفالة ممارسات عادلة في تجارة الأغذية. আমি যেটা আগে বলেছি যে 131টা 152টা কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড আমরা করে ফেলেছি। كانيكا ماكال هي فرد من أفراد مجموعة مستزرعي الأربيان الذين جرى تدريبهم مؤخرا على سلامة الأغذية وتحسين الإنتاج. এই চিংড়ি চাষের উপর নির্ভর করে আমাদের সংসার চলে, কিন্তু আগে আমরা জানতাম না উৎপাদন বাড়তো না। এখন আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে আমাদের উৎপাদন বেড়েছে, পরিবারের সবার পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। أصبح إنتاجهم يباع الآن أيضاً في مختلف أسواق العالم، فالأربيان ومنتجات الأسماك تشكل في الوقت الراهن ثاني أكبر سلعة مخصصة للتصدير في بنغلاديش، وكان إتباع مواصفات الدستور الغذائي أساسياً في هذا النجاح. A lot of the work that we're doing with those groups is about trying to get them to the safety standards so that they can access the markets and actually take advantage of this lucrative opportunity. For export, obviously, you need food safety standards. You need to be able to follow the rules from Codex to make sure that the shrimp in this case can be traded safely. يشكل التتبع عنصرا اساسيا من عناصر التجارة الآمنة، ويجري تدريب المنتجين على الاحتفاظ بسجلات لأنشطتهم لكي يسهل تتبع أي مشكلة قد تطرأ على الإنتاج وصولا إلى حوض الإنتاج. وقد تم تزويد مستزرعي الأربيان هؤلاء ببطاقات هوية شخصية مزودة برمز شريطي، سعياً إلى تحسين التتبع بقدر أكبر. وثمة أنظمة موجودة في مختلف مراحل السلسلة تكفل الامتثال للمواصفات، ونقطة التجميع هذه هي حيث يباع الأربيان إلى مشتريه بالمزاد، ويجري هنا ضمان النظافة العامة باستخدام أسطح معدنية نظيفة وأقفاص بلاستيكية وضعت عليها علامات واضحة، بما يكفل تتبع المنتج من المستهلك وصولا إلى الحوض الصادر عنه. আমাদের এই যে মৎস্য যে কর্মকর্তারা আছেন তারা এসে আমাদের বুদ্ধি দেয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমরা এগুলো করি, ভুল ভ্রান্তি হলে তারা সেটা আবার সংশোধনের সুযোগ মানে তারা দেখাই দেয়, আমরা সেইভাবে সংশোধন করি। সর্বোপরি মান যদি ভালো না হয় চিংড়ির, এ ব্যবসা আমরাও লাভবান না, দেশও লাভবান না, কৃষকও লাভবান। لمراكز التجهيز في القطاع الخاص أيضاً نظم واسعة للرقابة على الجودة بما يكفل السلامة للمستهلكين. مول سلوغان تقول سيف فود بطي تال لوت أمرا انسپكشن كوري بطي تال لوت أمرا لابدوري تي مايكرو بايوليجيكال تيست كرا هوي أبان
কেমিক্যাল টেস্টের জন্য এটা স্যাম্পল ড্র করে আমাদের গভর্নমেন্ট FIQ ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় রেগুলারলি লট বেসিসে। তার ফলে আমরা ডিক্লেয়ার দিই, যখন আমরা শিপমেন্ট করি তখন আমরা বায়ারকে ডিক্লেয়ার দিই যে এটা তোমার সেফ ফুড। بموازاة المحافظة على المواصفات وتحسن الصادرات، يمكن مشاهدة الفوائد الاجتماعية في مختلف القرى في البلاد. বাচ্চারা ঠিকমতো স্কুলে লেখাপড়া করতে পারতেছে, আগে তাদের সবকিছু ঠিকমতো যোগান দেওয়া যেত না, কিন্তু এখন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া পোশাক আশাক সবকিছু। تسعى حكومة بنغلاديش إلى تحسين إمكانية الحصول على الغذاء الجيد والسليم للجميع من خلال اتباع الخطوط التوجيهية والمواصفات الصادرة عن الدستور الغذائي. وبات الآن العديد من مواطنيها الأشد فقراً يعيشون حياة صحية أكثر ويزيدون مداخلهم بفضل هذا النهج، وتتضافر جميع العوامل الأساسية للمساهمة بشكل حاسم في سعي بنغلاديش إلى الانضمام إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل بحلول عام 2021.